السلام عليكم إخواني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قناة مناسب أشواق. أتمنى من الجميع أن يكونوا بألف صحة وسلامة إن شاء الله بإذن الله. قبل كل شيء أتمنى من الأصدقاء لأول مرة يشاهد القناة يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس ليصله كل ما هو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم سلسلة من أروع أفلام صنفتها أفلام الرعب، إثارة وتشويق. صراحة أفلام رائعة جدا جدا جدا، أنا شخصيا شاهدتها كلها 5 أفلام. الإخوان، قبل تذكير أسماء الأفلام التي صنفتها كأقوى أفلام الرعب، صراحة شخصيا أنا شاهدتها كلها. أريد أن أشارككم بملاحظة أنني كل فيلم قمت بتلخيصه، يعني يجب عليك مشاهدة الفيديو من الأول حتى الأخير. فقط الحين سأتم بذكر الأسماء، العناوين الأفلام. الفيلم الأول اسمه رونج تورن، والفيلم الثاني اسمه الأعشاب القاتلة، والفيلم الثالث اسمه بلود ريد سكي، والفيلم الرابع اسمه دي دار، أما الفيلم الخامس والأخير اسمه إكس مان آت كيترز كريك. هنا قد ذكرنا أسماء العناوين للأفلام، سأترككم مع تلخيص كل فيلم إن شاء الله. تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. يلا السلام عليكم. مرحبا بكم إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما حدثتكم على هذا الفيلم الرائع والجميل من أكثر أفلام رعبا وإثارة وتشويق لسنة 2021، هناك 6 أصدقاء يقومون بجولة داخل غابة بولاية فيرجينيا الغربية، لكن يجدون أنفسهم محاصرون من قبل رجال مشوهين. رجال مشوهين آكل اللحوم البشر. هنا ستبدأ القصة، ليبدأ الأصدقاء نضالهم من أجل البقاء. منهم من يستطيع البقاء على الحياة، ومنهم من يكون وجبة طازجة لهؤلاء المسخ. فيلم أنتج في سنة 2021 على نتفليكس، ولكن الرابط سأترك لكم الرابط تحت الفيديو، ستشاهدونه عبر جوجل كروم. لا يوجد حاليا على قناة على يوتيوب، لكن يوجد على كروم عن كثير من المواقع داخل جوجل كروم. سأترك لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. شكرا، ولا تنسوا الاشتراك. هذا الفيلم غيجيكم شوية غريب، ولكن صنفته من أفضل وأروع وأقوى أفلام الرعب. فيه إثارة، فيه تشويق، فيه غموض، يعني فيلم رائع جدا. الفيلم ديالو تم إنتاج ديالو في 2020. كنصحكم بمشاهدته. انا شخصيا عجبني هذا الفيلم صراحه، واعر. هذا الفيلم فيه شخصان مشاو رحله في واحد الغابه عميقه مكتفه بالاشجار، ولكن المفاجئ انهم غادي يلقاو انفسهم محاصرون من ضمن بعض البشر المتحولون الى الاعشاب القاتله. هذه الاعشاب القاتله كتقتل اي شخص تم دخوله الى هذه الغابه. من بعد غيتفرقوا هاد الابطال باش يحاولوا يلقاو هذا الشخص اللي طيح لهم الدرون الكاميرا ديالهم.
باش يعرفوا السر ديال شكون هو هذا الشخص بالضبط. هنا غادي تكون شويه غريبه هذه القصه. هنا البطل غادي يلقى نفسه محاصر بواحد البشر المتحول الى الاعشاب القاتله، وفعلا غادي يتفيروس بهذا المرض ويتحول الى اعشاب قاتله وسيموت بالنهايه. لكن البطله ستجد نفسها في واحد القبو، في واحد المنزل، ملي غادي تستيقظ تلقى نفسها موجود معها بعض الاشخاص اللي هو الاب والابن ديالو، كانوا كيعيشوا من زمان في ديك البلاصه. هذا الاب هو دكتور ديال علم النباتات. بالنهاية هنا الاصدقاء غادي يحاولوا باش يناضلوا، يتم النضال ديالهم من اجل البقاء على الحياه. يعني غادي يحاولوا ما امكن باش يتجاوزوا هذا المرض، وحاولوا باش يسيطروا عليهم باش يتم القتل ديالهم بشكل نهائي. والنهايه ستكون صادمه جدا. غنخلي لكم الرابط تحت الفيديو بصندوق الوصف ان شاء الله. تحياتي. وكذلك اخواني متتبعين لقناة يونس واشواق، هذا الفيلم من اقوى افلام رعبا واثارة وتشويق. قد حقق هذا الفيلم 50 مليون مشاهدة على نتفليكس. هذا الفيلم الاصل انتاج ارماني، ولكن اعتقد ان هذا الفيلم دوليا او يكون عالميا، لانه يضم عمل ممثلين منهم العرب ومنهم الألمان والأمريكيين وبريطانيين. قصة هذا الفيلم تدور حول أحداث على متن طائرة يتم اختطافه على أيدي مسلحين يقومون بقتل عدد من الأشخاص، ومن بينهم الممثلة اسمها بري البطلة الفيلم التي تتحول إلى مصاصة الدماء وتقوم بمهاجمة المسلحين وقتلهم. على الرغم من أنهم قاموا بقتلها، إلا أنها استيقظت من الموت لتنتقم منهم وتحمي ابنها وكل المسافرين على هذه الطائرة من خلال تحولها إلى مصاصة الدماء. نعم، هذا الفيلم من أقوى أفلام رعبا وإثارة وتشويق لسنة 2021، ولن تندم على مشاهدته. سأترك لكم الرابط تحت الفيديو في أسفل بصندوق الوصف. كذلك هذا الفيلم يعود من أقوى أفلام الرعب لسنة 2021. هذا الفيلم قصته تأخذ ليلة عائلية لمسة وحشية عندما يستيقظ الأب المدمن بالكحول في قبو مع 3 سجناء آخرين، وبينما يدير آثارهم الانتقام أعمال الشغب التي كانت منذ طفولتهم لطفل غير معروف، ويحاول هذا الطفل الرد لما فعلوه به منذ أزيد من 20 عام لهؤلاء المشاغبين بقتلهم بطريقة لن تصدقها أعينك. وإذ يشارك الأب في هذه المعركة الملتوية لحل هذا اللغز الذي يعود من ماضيه وإنقاذ مستقبل عائلته. بالفعل هذا الفيلم من أقوى الأفلام التي شاهدتها على الإطلاق. سأترك لكم الرابط تحت الفيديو بصندوق الوصف.